جاهزية قوات العراقية الآن لا يوجد أي خوف وشايب عليه في أمن الداخل، لأن احنا بدينا من قبل أكثر من سنة ونص الأمريكيين انسحبوا بالتدريج من جميع قواطعهم وتم إشغال جميع هذه القواعد، والجيش العراقي والشرطة العراقية هي اللي كانت تقوم بعمليات ضد القاعدة والإرهاب والتمرد. احنا عندنا خطة، احنا عندنا خطة وماشي على هذه الخطة 4 سنين فاتت وسنين أخرى إن شاء الله لاحقة، وتطور زيارة دولة رئيس وزراء قطر في واشنطن أخيرا، طلب إضافة سرب آخر للقوة الجوية حتى تكون 36 طائرة بدل 18، وهكذا إلى أن نوصل إلى عدد كافي لحماية أجواء العراقية في المستقبل.